السلام عليكم. طيب دلوقتي هنبدأ نشرح جزء تاني في chapter 13 public finance. الجزء ده في in kind income in Hyde Simon's definition. هنعرف دلوقتي يعني ايه in kind income على حسب تعريف Hyde Simon's. Under the comprehensive income definition, all income should be treated equally, whether it paid in cash or in kind. يعني كان أول حاجة under the comprehensive income تحت المفهوم الشامل للإنكم أو الدخل. All income should treated equally. يعني المفروض كل الدخل يعامل سواء يعني equally بسواسية أو زي بعض. Whether it paid in cash or in kind. يعني سواء الدخل ده أخذنا نقدي فلوس يعني or in kind عيني. ولازم دلوقتي نفرق ما بين حاجتين اتنين، الدخل اللي هو النقدي اللي هو الكاش والإنكايند اللي هو الدخل العادي. طيب كلنا عارفين الدخل النقدي اللي هو الفلوس اللي بناخدها في آخر الشهر، مثلا واحد مرتبه 2000 3 أيا كان. طب ايه الإنكايند إنكم؟ إنكايند إنكم ده بيتمثل في المزايا اللي بتقدمها بعض الشركات، مثلا زي الباركينج، زي مثلا الحاجات اللي هي مش بتبقى في فلوس، اشتراكات نوادي، تأمين صحي، الحاجات دي كلها بتسمى in kind income. تمام. النقطة اللي بعد كده بيقول لي من job offer free parking subsidized medical insurance. دي بقى اللي كنت لسه بتكلم عنها في ال in kind income، هو كتير من الوظائف بتوفر حاجة اسمها free parking. طبعا عشان نركن العربية مثلا بتاعتنا او كده بنحتاج ان احنا ندفع لها فلوس. في بقى وظائف بتوفر ال free parking ده، ان انت بتركن العربية بتاعتك من غير ما تدفع فلوس، و subsidized medical insurance اللي هو التأمين الصحي، وده اغلب الوظائف بتقدم. طيب النقطة اللي بعد كده اللي هي home production اللي هي انتاج المنزل. Home production is any activity that is performed by people in the home. يعني هي أي نشاط that is performed بينفذ by people بواسطة الأفراد in the home في المنزل. Most of the thing we do for ourselves can be purchased. يعني أغلب الحاجات اللي إحنا بنعملها لنفسنا إحنا نقدر نشتريها أو ممكن تشتري. زي ايه مثلا نعمله في البيت؟ اي حاجة مثلا بنعملها في البيت، مثلا لو هنتكلم على العيش اللي احنا بنعمله في البيت فده احنا ممكن نشتريه من بره. اي حاجة هاند ميد او اي حاجة احنا بنعملها في البيت لنفسنا، على الجانب التاني الحاجات ديت ممكن نشتريها من بره. طيب النقطة اللي بعد كده if you earn the money of having sent down for you then you are taxed on the income. If you do it yourself, you are not. يعني الكلام ده واحدة واحدة كده. If you earn the money, لو انت كسبت فلوس to have things done for you عشان حاجة تتعمل لك مش انت اللي بتعملها في البيت then you are taxed on that. أو معنى تاني لو انت بتعمل حاجة مش في البيت بره مثلا وبتاخد عليها دخل income، فالدخل اللي رجع لك ده انت بتتحاسب عليه او بيتاخد منه جزء كتاكس. ولكن على العكس if you do it yourself، لو انت عملت بقى الحاجة دي في البيت لنفسك انت فانت مش بتتحاسب عليه او مش بيتاخد منك تاكس في مقابل الخدمة اللي انت عملتها لنفسك ديت او السلم. طيب the home itself under Hyde Simon's definition of income, whether or not you down your home, you are consuming housing service and it is therefore income. يعني ايه الكلام ده؟ يعني under Hyde Simon's definition، تحت التعريف بتاع العالم اللي هو Hyde Simon's ده للدخل، whether سواء او you own your home، لو انت عندك بيت او ما عندكش بيت، you are consuming house service، انت
تهلك حاجة اسمها housing service اللي هي خدمة المنزل أو سكن أو whatever يعني. And it is therefore income. طيب بنوقف لحد كده ونستكمل الجزء اللي بعده.